يا سلام، هاي بابا ودنيز عم يساعدوني بلف اليبقى، شطورين. بس ان شاء الله يعرفوا. لك شلة شلة العقب. دنيز انت ليش قاعد؟ انت لازم، انا حطيتك مشان تشل هدول. ايه هو وقت الشغل صار استحلم. اعطيني سكين شوي بابا. هلا شوف اذا مو احلى من لفيك انا ما بعرف شيء. ايه ماشي هلا بنشوف. منذ نعومة اظافري عم بلفي امرأة. طيب دنيز هي اصابعه انا عم يعلمه. شلو هاي للبابا دنيز، شلو هاي. يعني ماشي الحالة. هاي تبعيتي، هاي تبعيتها. مبين الفرق ما شاء الله. لسه ما اخذت ايدي انا، لسه عم بتدرب. هاي اول وحده، لسه ما قلنا بسم الله. يلا هلا شوف. يعني ها لسه بدك تدرب. انا ما بستحكي هلا بالكبار، جرب وحده كبيره. شو نحن متعودين كل عيد بنعمل يبرق، خلص نحن ما زاد ما بنعمل يبرق الا بالعيد. هاي سندويشة يبرق. اوه صار لي 10 سنين ما نسيت يبرق. هلا كنت تلف يبرق من عمر اظافرك. طب ها شوف هاي مميز مكمل. يعني ها بلشت تتحسن. لعيمان حلقة بتاع العيد يا عمري. حملتي حملة العيد؟ لعيمان انت عم تجهز حالك للعيد؟ ايه احب العيد. انت بتحب العيد؟ مجهز ثيابه. يا سلام. يي لايا ما عم تقوس باروده كمان. طه مين كان يعمل هي الحركه هو صغير؟ نحن كثير كنا نعملها، ننيم ثيابنا جنبنا. ودنيس طلع هيك كل عيد بنيم لي ثيابه جنبه. يلا نام، تصبح على خير، وبكره الصبح ان شاء الله بنشوفك على صلاه العيد. ماشي يلا تصبح على خير يا قلبي، نام. بسم الله، في خروف عنا بالبيت يا أمي. أشوار أحايا. أنا فات اليوم الصبح على العيد رأيت عنا خروف. يا خروف اليوم ننضحي فيك يا خروف. ليش هالخروف هذا بأول كمان مع بارودة؟ يا مشتاق للصباحة. هلا استنى بس في البابا تبوس له ايده وتقول له كل عام وانت بخير عشان اعطيك عيديه. ماشي اتفقنا. يلا هلا بنقوم نلبس ثيابنا مشان نروح مشوار. يلا دنيز نط مشان تغير ثيابك. يلا وش النت؟ قول له لبابا كل عام وانت بخير. بعدها بس له ايده. الله يرضى عليك يا ابني. يا سلام. بس كمان من هون طفوا نطلع العين توم ولا لا؟ شيلها هاي بس شوي. انا هلا الشكل الثياب نفس بعض بس غير الوان. احلى شيء الباروده ماسكه من الصبر بدأ لسته وجده كلهم قوصوا. كلهم دب دب دب. كنا الصور كنا نصورهم نحن صغار هيك مع البارود يا رب. يلا مشي نروح. بدك تسوي دب للمتابعين؟ يلا ما ضل غير المتابعين تعملوا دب 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 دب. هلا بده يقوص كل العالم على الطريق. هلا بيمسكوك الشرطة. بدك تدير بالك بس يكون في شرطه ما بدك تسوي لهم دوب. هات المصاري خبي لك اياها هون. لا شو هالمصاريف؟ كل الامهات هيك بياخذوا مصاري اولادهم بخبوا لهم اياهم ليكبروا. رجاء ما اخش لك مصاري. هلا هيك طلع فيني هدول المصاري بتعطيهم للماما هدول لك تمام؟ بس اعطيتها اياها. شايف والله مرضي. شايف مرضي. عم بيضحك علي. بس اعطيتهم الماما خالص بروحها بقى ما بتاخذها. بدي اعطيني عيديه. ما بدك تعطيني عيديه؟ ها شايف اعطاني عيديه. الله يرضى عليك. اعطيني اياها. اوصي. خلص 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 خلص.
هلا اللي بياخذها العيدية بيقصف اورق. يلا هلا رايحين نفطر ان شاء الله يكون ضل شي مكان نفطر فيه. لا بدي اجيها انطاليا. انطاليا احلامه كبيرة ابنك. مفطومة لا انطاليا. نروح نفطر بمحل حلو انت بتحبه. لا بدي اجيها انطاليا. الصباح كان بدي اروح الروضة وهلا على انطاليا. هو ماله مصحصح اليوم في الأقواص. بدك هاي من هون ماما من هون حبيبي من هون تعال دنيس. بدك مي كاسة؟ يلا يا قلبي هلا بجيبوا لك عود. تعال شوف هلا يا حل زبدة. بدي اكل هاي هاي الفطور حساب دنيس. شاي بس اكل بيتزا برجر. هاي أطيب فطور على البحر. مع دينيزا البحر. وين البحر؟ إيش نه؟ طيبات على جبور. صح. لا بدي أجيب لك فلافلة. لسه عاد البحر. بدي أروح على البيت أجيب لك فلافلة ويحط لك فيها حرف. شو حسابه؟ أحسابك. حسابك أنت قدرت تلمي لدي. حسابه تمام كل شوي بغير رأيه. خلاص خي أولى منيتك خلاص حسابي أنا. أنا لا أنا ما لك شيء تشربني هاي. دودو تشوف يه يه لا أولاك عدولة عدولة دلدولة. بعد خلص اكل وما شبع بدي اكلك لك. يا عمري بده يلعب. انا عم وثق عملية سرقة. شو عم تسرق؟ انت شو عم تسرق؟ شو عم تسرق؟ عم تسرق سكر؟ ليش عم تسرق سكر؟ بدي اروح اقول للخال عليك. بضل صوريني صوريني شو بده يعمل ما بعرف. هلا رايحين ندور على مكان في في مي. هون محل حلو كتير. هلا هون لازم تحت فيه مي. حلو والله. عجبك المحل؟ طمس اجراك. قال عجبه المحل دنيز. راحوا يستكشفوا المكان. عن جد طالعين توم. كتير حلو المكان. المي باردة. مع انه فوق شوب نار. شو طلبت من عمو يجيب لك عصير ليمون؟ في ولد صغير بيشرب عصير ليمون. راح لعند الزلمة قال له بدي عصير ليمون أما لقينا غير جايب لنا عصير ليمون. طيب عجبتك؟ كيف هيك بتروح تقول له لعمه بدي عصير ليمون لحالك بدون ما تقلنا؟ بصير هيك؟ لا وفهم عليه يعني بالتركي فهم عليه انه بده ليمون. كمان يا ويلك تروح تقول له بدي كولا. كولا بالله الولد خالص بعد ما شرب كاستين عصير لسه عم يشرب عم يحاول ياكل الشلمونات. يعني لو بيتاكلوا كان اكلهم.
ظبطنا اخر شيء كاست متى والشيبس. نعم سان بولي سنين من توب سان بولي سنين من توب. Ben sana böyle gitseydim suyu, suyu çabuk soğurdu. Burada sıcak su var, kaynıyordu. حلوة الفكرة بس شيلك عن الدخنة بس حلوة الفكرة. بس كافي هو بيضل بقلبه مي سخنة مو؟ اه جبناها للمتة. هاي كل واحد خشباته جنبه يعني كثير حلوة الفكرة ها؟ يا على القطوشة على القطوشة على الحرب. لا بس بعد بعد على بعد على البريق. انا هو البوليس انت حرامي. ايه مات البوليس فاق البوليس كان بغيبوبة. طولوا بالكم طولوا بالكم يا شرطة يا حرامي طولوا بالكم. هلا اليوم لأنكم انتم هيك عم تقاتلوا ما بده يساوي شغلة بده صوره. يلا بس عم يساوي لنا قهوة الحرامي. جاي تستكشف معي انت؟ لا تعاول هك مريح. لا تعال ماما لهون حبيبي. لا وين رايح؟ عن جد رايح المغارة انت؟ ما بتوصل ماما. ما بتوصل يا قلبي بعدين في وحوش ياكلون كل وحشاي. لا تخاف لا شوي شوي زاد. لسه بده يفطر؟ افطر هلا بيحور. شو هو يا بابا اللي بيحور فنيك؟ في سمكات وبحر ووحشية. رحنا لهونيك على المغارة طلع في وحشية. في وحشية بتساوي هيك؟ في سمكات. في دودة كمان عنكبوت. نو في دودة كمان؟ ايه شفت العنكبوت؟ كيف عم يسبحوا السمكة؟ الله هيك 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 كيف عم نشوف؟ والوحشية طيب شو عم تسوي قاعدة ولا عم تسبح؟ كيف كيف؟ كيف عم تسبح الوحشية؟ تعال عم نجرب كيف عم تسبح الوحشية؟ كيف؟ هو عن جد هيك في مغارة عليك كان احنا عليها من شوي شمال. ايه انا ودنيس بس ما هسه رجعت قرب عن جد. شو عم تساوي انت شو عم تساوي؟ انا حالك انا حالك السمكات عم تصطاد السمكات تحركون. يلا يلا شد شد السمكة شد 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 هاي السنارة طلعت طلعت. شو السمكة هاي؟ سمكة التونة. هاي سمكة التونة العنيدة طالعة بكيس جاهزة. طالعة بكيس جاهزة مشوية كمان فرد مرة. كيف صرت طلع السمكة؟ رجع فرجيني. يا سلام ما عم تقاومك. يلا شد 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 طلعت طلعت طلعت. يا لطيف يا سلام واو. احنا اساسنا نروح ناكل بالمول بس دنيس جاي عم بقيت حمال. والله شكله عم بشهي امي سخنات كمان. نام. يا عمري نحن بنعتذر دنيز نحن جدا اسفين خناك رحنا انا بس اعمل فيديو افرجك شو سوى فينا. والله لا يفضحنا خليك تجي لهون. ليش اكلتي بوزه بدوني؟ نحن بنعتذر اسفين. يا عمري يلا لا بناخذها على المول نشتريها. عمري صح النوم صح النوم يا قلبي. يلا يلا بابا رح يجيب اكل وصلنا على المول. يلا
شو ماما صحصح يلا صحصح بس لنا على المول صحصح يلا طيبة دينيز طيبة صح عمرك دينيز كارم على البابا وبده يطعمي معه خذها ليش ما عم تاخذها فما بيطعمي طعمي فرطوا إياها مشان تشوفوا شو عم عاني شوفوا يا متابعين بدأ منشار أخذ كل النقط لإله ما طلعت من عينه وخشيت له خذها أخذ كل النقط وآخر شيء قال بده يطعمينا المحط كله هيك أنا مستغرب إيش عم مد إيده ببالي بده شيء عم طلع يعطيني هيك شقفة يلا مشي نروح على الملاهي بالسيارة جبت لك مارشميلو كانديز أنت نايم يلا مشي نروح ناخذ على الملاهي مكسر بابا جيبلي بالون ابوك ابو البالون يا الله فاصلين اثنين ابوك ابو البالون بابا جيبلي بالون معنا يا مرضت اي والله ايه خلص لك هلا نلغي رحت الملاهي عشان بابا بابا مرضان يا حرام بابا وين في بايا بابا بابا جاب لي بالون ما بنزل هلا على فرجيك مالك زلمه مالك زلمه ضل بالسياره للأسف كنا ناويين ناخذ دينيز على مدينة الملاهي بس بابا كان كتير مرضان لهيك رجعنا على البيت بعد ما ارتاح شوي طلعنا المساء أخذنا لدينيز على كافتيريا كتير بيحبها وعملنا فيها الأكلات اللي بيحبها يامي شكلها مشهي هيك طيبة دينيز بعد ما أكل هاي دارها تبعيتنا هل دوما وكمان كان في ألعاب ولعب فيهم وانبسط يلا مشي حط ايدك هون ومشي يلا وهيك بيكون خلص أول يوم العيد كل عام وانتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا لسه ما كنتم مشتركين بحبكم كتير باي